يعطيكم العافية جميعاً. حقيقي ما يوفيكم، ما يوفي حقكم شيء، هي حاجة بسيطة، وأنا حابة أحمد الله الذي قدر فهدا. الحمد لله حمداً يستوفي نعمة ويستكفي مزيداً. الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. من أجمل ما قرأت أن الله يعين العبد على قدر نيته، ولذلك نردد لتطمئن قلوبنا: إياك نعبد وإياك نستعين. إن النية الحقيقية متبوعة بعمل وجهد وحب وثقة مستمرة، لذلك الانتهاء والإصداء جدا طيبة. شكرا لاختلافكم معلماتي، شكرا لتميزكم وتألقكم المثالي، شكرا لأنكم الجزء المهم والأهم في البتول، واستمرارا في هذه الظروف الصعبة. قوة التعليم معكم مختلفة، أثبتت جدارتكم في أصعب الظروف وأقواها. يطيب لي الحديث عن روعتكم وجمال إحسانكم. كل هذه الجهود ظهرت خلال الفصل الدراسي الأول بشكل مختلف. إنجازاتنا الكبيرة أهمها استقرار الطلاب واستمرارهم على التعليم أونلاين في هذا العمر الحساس. تكلم من خير فقير. كل التفاصيل التي ذكرت والإنجازات وراءها المنسقة الجميلة أستاذة وجد بهم للبقاء في هذه الظروف الصعبة وفي التعليم الإلكتروني وتحقيق المهارات بشكل مثالي. تسلسل العملية التراجع يعطيها العافية، ما يوجد حقها كلام ولا شكر ولا أي حروف. الدنيا العلمية وسلاسة محتواها والإشراف الأكاديمي القوي، درسين تطبيقية على مستوى المدارس العالمية والأجنبية. نجاحات البتول أستاذة نادية أستاذها، يعطيها العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً حقول لكم لا عطرة بعد عروس، ما في كلام بعد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما قالته أستاذة ريهام، فعلاً فعلاً نخبة تستاهل تكريم كل وقت وكل حين. وإن حدث يعني خلل أو تقصير، تأكدوا تماماً أي خلل ما يكون مقصود. إحنا كلنا ما شاء الله